ومعنا الآن مفادة القناة الأولى إلى العاصمة الإدارية، حيث تعقد قمة القاهرة للسلام. ليلى عمر من هناك تتابع عن كثب فعاليات هذه القمة، وبالتأكيد لديها المزيد من التفاصيل. ليلى، يعني اطلعينا على ما يدور لديك من تفاصيل من انعقاد هذه القمة، سواء من حيث الجلسة الافتتاحية التي انتهت منذ قليل أو مشاورات تتم الآن بين الحاضرين. نعم إلهام، كما تابعنا جميعا انتهت منذ قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة السلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة. هذه القمة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من القادة، زعماء عرب وأيضا تمثيل وزاري على مستوى رؤساء الوزراء وعلى مستوى وزراء الخارجية وممثلين عن دولهم، سواء كانت دول عربية أو أوروبية ومنظمات أممية متعلقة بال الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وأيضا البرلمان الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات. الآن تجرى مشاورات جانبية بين مختلف الأطراف استعدادا للجلسة القادمة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال نصف الساعة، وذلك بعد أن انتهت الجلسة الافتتاحية التي تابعنا فيها كلمة هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي إلهام خلال كلمته أكد بشكل كبير على نقطة هامة جدا، وهي أن تصفية القضية الفلسطينية لن يتم دون حل عادل، ولن يتم على حساب الدولة المصرية التي تؤمن بهذه القضية وهي داعمة لها منذ قديم الأزل، منوها إلى التحركات المصرية منذ اليوم الأول لهذه الأزمة والاتفاقيات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة سرعة توصيل المساعدات من خلال التعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا منظمات أو المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أيضا إلى الوضع الإنساني الكارثي والخطير المتواجد في قطاع غزة، والذي عبر عنه بأنه يعني ليس من المفترض أن يصمت الضمير الإنساني أمام ما يحدث من اعتداءات، وذلك على النساء والأطفال والشباب والشيوخ العزل الذين يتواجدون في قطاع غزة، مؤكدا أن الحل الآن هو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس الدولتين وفقا لعام 1967. كلمة هامة أشار فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطورات الأوضاع وضرورة التأكيد على وصول المساعدات بشكل آمن وعاجل وضمان أن تصل هذه المساعدات دون أن تتعرض لأي عائق، مع ضرورة توافق المجتمع الدولي والإسراع في فكرة التفاوض والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإعادة هذه القضية مرة أخرى لتطرح على الطاولة والوصول لحل عادل، أن العدالة هي الأساس ووصول الحق لأصحابه، مؤكدا على نقطة هامة كان قد أشار إليها خلال الأيام الماضية وهي متعلقة بفكرة التهجير يا إلهام. بالتأكيد الشعب الفلسطيني يرفض أن يترك وطنه، وهو ما ترفضه أيضا القيادة المصرية. ليلى، هل من خلال متابعاتك وأنت عن قرب يعني داخل المؤتمر، هل من المتوقع الوصول إلى آلية محددة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؟ نعم، حتى الآن إلهام ليس هناك حديث مباشر عن آليات توصيل المساعدات، لكن يعني فور انتهاء الجلسة كان هناك ربما نوع من أنواع الدردشة بين قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الأوروبية الذين كانوا متواجدين، بالإضافة إلى شارل ميشيل رئيس البرلمان الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي الذي تحدث في حديث جانبي عن نقاط لابد من التفكير فيها حتى صدور البيان الختامي لهذه القمة. لم يتسنى لنا بالطبع التعرف على ما دار في هذه المحادثات الجانبية، لكن هي مباحثات تشاورية خاصة مع وجود أيضا دور الاتحاد الأوروبي ربما في دعم هذه الأزمة ويعني المساعدة في الشق الإنساني المتعلق بوصول المساعدات. وربما إلهام ظهر ذلك جليا أيضا خلال كلمات وزراء الخارجية الأوروبيين خلال هذه الجلسة، الذي كان هناك تأكيد على فكرة الوصول الآمن للمساعدات إلى أبناء قطاع غزة،
وجود ممرات آمنة ووصول الرعاية الطبية العاجلة وأيضا الغذاء والماء. ولو عدنا للكلمات ورأينا ما تحدث به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تحدث باللغة الإنجليزية ربما ليخاطب الرأي العام الأجنبي وليتحدث إلى القادة من غير العرب المتواجدين داخل القاعة، يتحدث عن الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الفلسطينيين، وتحدث عن الازدواجية في التعامل، أن القوانين تطبق حسب الأعراق والأديان وغيرها من المقاييس التي تعتبر غير عادلة، مؤكدا أيضا على فكرة التهجير والرفض القاطع لها من قبل الفلسطينيين والعرب. الرئيس الفلسطيني أبو مازن كان له تعليق هام، وهو أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم أبدا مهما حدث. إذن كانت الكلمات بشكل عام تتحدث حول نفس النقطة، ما يتعلق باستمرارية وصول المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل وضمان هذه الاستمرارية دون يعني ليلى من هذه الإمدادات للقصف أو التهديد. وأيضا لابد لإسرائيل أن تعلم أن هذا نوع من الحلول أو الاعتداءات ليست هي الحل لهذه القضية، التي لابد أن تقوم على حل الدولتين وعلى إيجاد مسار للتسوية. ولكننا ليلى للأسف لم نستمع أيضا إلى إدانة واضحة من جانب القادة الأوروبيين والغرب المتواجد في القمة، لم نستمع إلى إدانة واضحة لما فعلته إسرائيل من استهداف للمدنيين، ربما حديث فقط عن أهمية احترام حقوق الإنسان ولكن دون إدانة. يعني كيف ترين هذه الكلمات؟ بالطبع كما ذكرتي إلهام، كانت الإدانة ربما واضحة في الكلمات العربية أكثر، في كلمة العاهل الأردني وأيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحدث عن المجازر التي تحدث في قطاع غزة بالإضافة لكلمات أخرى، لكن ربما الأمين العام للأمم المتحدة يعني لم يدن إسرائيل بشكل واضح، بل أيضا ألقى باللوم على الطرف الآخر وهو حماس، وأنها هي من بدأت بالاعتداء على الإسرائيليين، وكان لابد لإسرائيل أن ترد عليها، وليس الأمين العام للأمم المتحدة فقط، لكن كلمات القادة الأوروبيين بالفعل ركزت على ما يتعلق أكثر بحقوق الإنسان، الشق الإنساني، وكانت هناك أيضا إشارة لقضية الأسرى وأنه لابد من تحرير الأسرى. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تحدثت عن هذه النقطة بالتحديد، خاصة وأنها ذكرت أن هناك اثنين من الأسرى الإيطاليين ولابد من إطلاق سراحهم. إذن الجميع في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات المقبلة فيما يتعلق بهذه القضية الملتهبة والتي تزداد وطأتها يوما بعد يوم، حتى مع حدوث انفراجة طفيفة في الصباح ومتابعتنا لدخول بعض المساعدات إلى داخل قطاع غزة، إلى أن الأوضاع لا تزال شائكة وملتهبة، وننتظر خروج بيان يتحدث عن أهم المخرجات، سواء ما إذا كانت آليات الوصول المساعدات بشكل مستدام ومستمر إلى داخل القطاع، أو كيفية إيجاد مسار جديد للتسوية وللجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد انتهاء هذه الاعتداءات الوحشية. أشكرك شكرا جزيلا ليلى عمر، مفدة القناة الأولى إلى العاصمة الإدارية حيث يعقد مؤتمر القاهرة للسلام.